في ندوة إلكترونية بالتعاون مع التعلم الإلكتروني وتقنية المعلومات، وبإذن الله هذه الندوات راح تكون مستمرة إن شاء الله في الأجزاء القادمة إن شاء الله. طبعا نشكر لكم حضوركم واهتمامكم، واليوم راح نتحدث عن خدمة الموقع الشخصي أو الماي سايت. طبعا بداية نبغى ندخل على موقع الشخصي للماي سايت لو رحنا موقع الجامعة، وإذا في فرصة للشخص إنه يقدر يطبق معانا بيكون جيد يعني. طبعا لو رحنا موقع الجامعة الرئيسي راح يجينا أيقونة اللي هو موقعي. طبعا لو نزلتوا في الفوتر الخاص بالموقع عندنا الموقع التعريفي، الموقع التعريفي ضغطنا عليه راح يفتح لنا اللي هو الموقع التدريبي اللي راح نتدرب اليوم عليه إن شاء الله، وراح نمشي فيه بالخطوات. أتمنى إن لو استطعتوا الدخول على هذا الموقع طبقوا معانا بيكون جيد. طبعا في البداية راح نتعرف إن شاء الله عن أهداف الدورة. هدف من إنشاء الموقع الشخصي، طبعا اليوم المزايا اللي راح نتعلمها ننشئ موقع شخصي رسمي على نطاق الجامعة، ونستطيع كذلك اللي هو إضافة الألبومات على الموقع الشخصي، كذلك نتعرف على العديد من المزايا من ضمنها البيانات الشخصية والتواصل والسيرة الذاتية والاهتمامات وحساب التواصل. لو رجعنا للصفحات الرئيسية وضغطنا على الرئيسية هنا راح يجينا اللي هو استطلاع الرأي، صفحة استطلاع الرأي. ما أدري الخطوات واضحة إلى الآن. استطلاع الرأي أتمنى أنكم تجاوبوا عليه، هو تعريفي بكم، فيه مجموعة من الأسئلة اللي هو هل أنت عضو هيئة تدريس أو موظف أو طالب. كذلك من ضمن الأسئلة اللي هو تصنيفك، هل أنت طالب أو عضو هيئة تدريس، وبعدين تضغط فوت. هل سبق واستخدمت إنشاء موقع شخصي خاص فيك؟ وهدفك من مشاركة الموقع الشخصي، وهدفك من مشاركة الموقع الشخصي ممكن تضع أقرب مجال لك. طبعا بعد هذه التعريف بكم مفترض نشوف النتائج اللي موجودة عندنا، اللي يستطيع يجاوب يعبي الاستبانة بيكون جيد. يعني برجع أعيد الخطوات اللي جو متأخرين أو ضموا متأخرين، اللي هو من الموقع الشخصي موقع الجامعة، وادخل على موقع الشخصي، وبعدين الدخول في الجزء الفوتر اللي هو الموقع التعريفي. ثم الدخول على استطلاع الرأي، ثم الدخول على استطلاع الرأي. طيب أنت تجيك الأسئلة تمام. السؤال الأول تصنيفك، السؤال الثاني اللي هو قمت باستخدام موقع شخصي، السؤال الثالث اللي هو هدفك من المشاركة. طبعا راح نتعرف بعد عملية الدخول على الموقع الشخصي راح نتعرف على 3 أشياء اللي ذكرناها في البداية. راح نتعرف على البروفايل أو إعدادات الملف اللي هو ملف الشخصي كيف أتعامل معه. النقطة الثانية راح نتعرف كيف أنشئ صفحات، كيف أنشئ صفحات. والنقطة الثالثة اللي هو راح أتعرف على ألبوم الصور. طبعا اللي يستطيع الدخول يطبق معاه بيكون أفضل. طبعا تدخل من ماي سايت، بعيد بس الخطوات، اللي يبغى يدخل على موقع الشخصي أو ما إنشأ موقع شخصي يدخل على خدمة موقعي. في المرة
وبعدين راح يجي الرئيسية يختار دخول، أو طبعا قد دخلت راح يجي دخول هنا وتسجيل. طبعا التسجيل اللي هو في المرحلة الأولى إذا كان أول مرة تقوم بالتسجيل، والدخول إذا كنت سبق وقمت بالدخول مرة أخرى. بعدها راح يفتح لك الموقع الشخصي الخاص فيك، وراح إن شاء الله نمشي على الخطوات. طبعا أول خطوة زي ما ذكرنا في البداية اللي هي خطوة اللي هو الملف الشخصي. الملف الشخصي لو تلاحظون أول نقطة فيه اللي هي السيرة الذاتية. السيرة الذاتية هنا أقوم بوضع السيرة الذاتية الخاصة في. طبعا يسمح لي عملية الكتابة والتعديل على النص بالمحرر، ممكن أقوم بمثلا وضعه مثلا بشكل بولد، أو أقوم بعمليات تنسيق مختلفة. ممكن أضيف أكثر من سطر لهذه السيرة الذاتية. طبعا بارتباط السيرة الذاتية في عندنا اللي هو رفع السيرة الذاتية، رفع السيرة الذاتية، وهذه تتيح لكم اللي هو أنك ترفع ملف بي دي اف من السي في الخاص فيك، ملف بي دي اف من السي في الخاص فيك. طبعا أنا رفعت، لو رفعته وموجود عندك تسوي له إزالة ومن ثم تقوم برفعه مرة أخرى. طبعا هذا السي في هو نبذة عن موقع الماي سايت، وبعدين لو دخلتوا عليه راح تحصلون اللي هو دليل المستخدم لخدمة موقع الشخص اللي نشرحها في هذا الندوة. النقطة الثانية اللي هي عملية التعريف. التعريف اللي هو يظهر لكم في الجزء هذا، لو تشوفون ملف الشخصي تستطيع الحمد لله. هذا هو التعريف. التعريف اللي هو الجزء هذا اللي يظهر في الصفحة الرئيسية لدينا، هذا هو التعريف. هذا التعريف، وهذه الرسالة الترحيبية. هنا الرسالة الترحيبية، وهنا الكونتاكت اللي هي معلومات التواصل عشان بس نعرف مواقعها. والسيرة الذاتية تظهر في هذا الجزء، والاهتمامات تظهر في الجزء الموجود عندي. فلو رجعنا بس للإعدادات اللي هو التعريف، أستطيع أني أضيف تعريف بسيط عني، وهذا التعريف يقوم بإعطائي نبذة بسيطة عن محتوى موقع الشخصي. مثلا لو تعرف بنفسك ما هي أهم المعلومات الرئيسية عنك، أستطيع من خلال الدخول على الموقع الرئيسي أني أشوف هذه المعلومات وتظهر بشكل جيد. طبعا اللي هي الرسالة الترحيبية هنا، طبعا تستطيع إضافة الرسالة الترحيبية الرسالة الترحيبية بالجزء الخاص بالرسالة الترحيبية، وظهورها يظهر في الموقع بهذا الشكل. لو تشوفون هنا الرسالة الترحيبية، طبعا لو أضفتيها تلقائيا راح إيش. مرحبا بكم مدربين ندوة، أستطيع إني إيش أعدل عليها وأضيف التنسيق الخاص بهذه الرسالة الترحيبية. انتهينا من جزء الرسالة الترحيبية. لدي جزء الكونتاكت أو معلومات التواصل الخاصة فيه. لو عندي حساب تويتر أضع في هذا الجزء، لو عندي حساب فيسبوك أستطيع إضافته هنا. طبعا ظهوره راح يظهر لو تشوفون هنا على شكل أيقونات، ظهوره راح يظهر على شكل أيقونات وأيقونات كليكبل. يعني لو ضغطت على هذه راح يفتح لي مفترض حساب تويتر اللي أضفته للموقع الشخصي. الفيسبوك نفس الحكاية، الانستغرام طبعا هنا هاتف المكتب. نضيف سلالة. واحد. اثنين أربعة واحد. طبعا هذا مثلا مكتب، استطيع اضافة الجوال. طبعا لو اضفت جوالك راح يظهر تلقائي هنا، راح يظهر تلقائي في هذه المعلومات. طبعا بعضهم يتحفظ على الجوال ممكن ما يحطه، بناء هذا استخدام شخصي. يعني ممكن تحط جوالك او ما تضع جوالك، فلو تركته فارغ ما هو الزامي. طبعا هذا حساب اللينكدين، حساب اليامر لو عندك، ولو عندك جوجل بلس. وهنا البريد الإلكتروني البديل تستطيع إضافته هنا، لو عندك أكثر من بريد إلكتروني راح تضيفه في هذه الخانة. هنا العنوان، العنوان البريدي هذا اللي هو عنوان المفترض اللي هو العنوان الفيزيكال، يعني عنوانك الشخصي.
يعني إيش رقم المبنى والشارع والحي، تستطيع إضافتها في هذا المبنى كتعريف منه. طبعا من الأشياء المهمة هنا في التعريف، ما راح يضيفها حتى تقوم بعملية الحفظ، في هذا الحفظ لو قمنا بالحفظ راح تشوفون أنه أضاف رقم ليش الهاتف، وأضاف أيقونة رقم الجوال، رقم الجوال لأنه تركناه فارغ، فبالتالي ما ظهر هذا الرقم. طبعا أبغى أرجع للسيرة الذاتية أو البروفايل الخاص فيه من هذا الخيار اللي تشوفون الجزء اللي فوق اللي هو زر الإعدادات. طبعا عندكم الأشياء المهمة هنا اللي هي الصفحات المعروضة، هذه الصفحات اللي هي القائمة الرئيسية في موقع الشخصي، القوائم الرئيسية اللي هي السيرة الذاتية، صفحة ألبوم الصور، الأبحاث والمشاريع. مثلا بعض الطلاب ما عنده، يمكن انضموا لنا طلاب مثلا في هذا الندوة، فما عنده مثلا أبحاث فيبغى يخفي هذه القائمة ما تظهر للناس، ممكن إيش يسوي؟ يقوم باختيار أو إخفاء هذه الأبحاث. لو إخفاها من هنا تلقائي سوي لها حفظ. لو نشوف الجزء الرئيسي من الموقع أو القائمة الرئيسية، اختفت اللي هي الأبحاث والمشاريع، اختفت الأبحاث والمشاريع. فهذا ليش؟ الجزء الخاص باللي هو الملف الشخصي أو البروفايل أو إعدادات الملف الخاص فيه. ذكرنا فيها الاتصال، ذكرنا الرسالة التعريفية والسيرة الذاتية. إذا في أسئلة أو استفسارات على الجزء هذا. طيب الإعادة هو مسجل، فممكن نعيد في الأخير لو في وقت، راح نرجع على كل الخيارات فما في إشكالية، بس حنا نبغى نغطي جانب اللي هو جانب كامل الموقع. طبعا الآن اللي هو نتكلم عن الصفحات. إيش هي الصفحات؟ اللي هي العناصر الرئيسية في موقعي، يعني لو عندي مثلا مقالات علمية أو عندي مثلا مدونات أرغب إضافتها، أو أحيانا مثلا مشاركات أتمنى مثلا أشاركها مع طلابي أو مثلا مع زملائي، أستطيع إضافتها من خلال الصفحات. أول شيء أضغط على رابط الصفحات. طبعا عندنا 3 تصنيفات الموجودة اللي هي صفحة عامة والمقال والمدونة، الصفحة العامة والمقال المدونة. طبعا هذه تصنيفات كتاجز يعني، لكن طريقة الإضافة هي واحدة، طريقة الإضافة واحدة في كل الخيارات. كيف إضافة صفحة؟ باختيار، لو تشوفون إنشاء الصفحة، أقوم باختيار إنشاء الصفحة، ثم أقوم بوضع عنوان هذه الصفحة واختيار تصنيفها. ذكرنا قبل شوي انه في صفحة عامة وفي مقال وفي مدونة، بناء عليها اقوم بالاختيار، ومن ثم اقوم برفع الصورة، الصورة اللي هي راح تظهر مع هذا النص، الصورة راح تظهر مع هذا النص وتشاهدونها الان اذا ضغطتها. وكذلك عندنا النص الكامل اللي هو تفاصيل هذا الموضوع، والله انا كتبت مقال عنوانه كذا وهذه تفاصيل المقال، تفاصيل المقال. بعد هذه مهمة اللي هي اللغة، هل مقالك راح ينشر باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية أو اللغة الافتراضية؟ إيش المقصود باللغة الافتراضية؟ اللي هي اللغة اللي وضعتها في بداية إعدادك للموقع الشخصي. فلو وضعت اللغة الافتراضية عندك مثلا اللغة العربية، راح يعرضها باللغة العربية والإنجليزية كذلك. فمهم إنك تحدد، لأن بناء على هذه الصفحة راح يظهرها في الجزء باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية. وهذه من الاستفسارات اللي تصلنا دائما، اللي هو إضافة الصفحات. أتمنى أبغى أضيفها مثلا بالإنجليزي، هنا تحدد بس هذا الخيار اللي هي إضافته باللغة الإنجليزية أو خيار باللغة العربية. أعيدها بس الصفحات، نروح على مثلا استطلاع الرأي الخبر اللي إنشأناه أو إنشاء الموقع عشان فيه صورة، نروح التعديل. طبعا خيار التعديل يتيح لك عملية تعديل على المقال اللي كتبته. طبعا هذا مثلا إضافة نص أضفته،
أضفت كذلك نوع الصفحة، ممكن أغير تصنيفها أضعها مثلا مدونة، وهنا أضع اللي هو الصورة الخاصة بهذا الخبر، وهنا التفاصيل. طبعا تمكنني أدوات التحرير من عملية التعامل مع التنسيق. احنا نفضل انك تترك الافتراضي اللي هو الديفولت، راح يقرا التيم الرئيسي، لكن في حال رغبتك مثلا اختيار الوان، تحديد مثلا زي عنصر يكون في رابط ممكن تحدده وتختار انه هذا يمثل مثلا رابط، فبالتالي يكون ايش كليكبل هذا الرابط. فهذه عملية ايش اضافة المحتوى الموجود لدي. فهذه تتشابه في إضافة كل الصفحات، يعني لو اخترت نفس المكان راح تظهر لي نفس الخيارات. وهذه من الأشياء الجيدة في الماي سايت، اللي هي من ناحية اليوزر اكسبيرينس، من ناحية المستخدم انه ما يتعب في الموضوع. هو طريقة إنشاء الصفحة واحدة، اللهم يختلف طريقة تصنيفها سواء كانت مقال أو مدونة أو صفحة عامة في الموقع. طبعا هذه العنصر الثاني، تكلمنا العنصر الاول اللي هو البروفايل او الملف الشخصي، العنصر الثاني اللي هو الصفحات، وتركنا وضحنا طريقة إضافة الصفحات. العنصر الثالث اللي هو إضافة ألبوم الصور. ألبوم الصور هو فكرته نفس الجاليري أو نفس الفيسبوك، إني أضع صوري والناس يستطيعون مشاهدتها، وأستطيع خلال الألبوم الواحد أضيف صورة أو أكثر من صورة، وممكن أنشئ أكثر من ألبوم. يعني الألبوم قد يحتوي على صورة أو مجموعة صور، وكذلك العكس، يعني مثلا ممكن يكون عندي ألبوم صورة واحدة، أو ممكن يكون عندي أكثر من ألبوم وكل ألبوم مجموعة صور. فلو ضغطنا على ألبوم الصور، طبعا هذه الخيارات ما راح تظهر لك جميعها إلا في حال إيش إنك سويت دخول على موقعك الشخصي. لو تلاحظون هذه تظهر لك أزرار التحرير. في الوضع الطبيعي إذا ما دخلت ما راح يظهر لي إيش اللي هو أدوات التحرير. طبعا إضافة ألبوم نفس إضافة الصفحة، نضيف ألبوم، نختار عنوان هذا الألبوم اللي هو مثلا صوري الشخصية أو صور الجامعة، يعني العنوان الألبوم اللي راح يظهر، ومن ثم أقوم بإضافة الصور، إضافة الصور بالاختيار، اختيار الصورة، ومن ثم الضغط على الرفع وثم حفظها، وبالتالي ينشئ هذه الصورة. طبعا ممكن من الأسئلة اللي تجينا اللي هو هل أقدر أنشئ أكثر من صورة؟ نفس الطريقة، أضيف الصورة الأولى ثم أضيف الصورة الثانية وأضيف الصورة الثالثة والرابعة بناء على العدد اللي ترغب. وخلونا نشوف الآن، طبعا لازم تقوم بعملية الحفظ. طبعا هنا لو لاحظتوا اللي هي المقاسات اللي ينصح إنك تستخدمها في الألبوم، الجزء السفلي لو لاحظتوا هذه المقاسات وأنواع الصور اللي يدعمها، فهذه مهم إنك تراعيها في جانب الصور بهدف إنها تظهر بجودة جيدة وتكون معروضة على كل المتصفحات. طبعا الألبوم أضفت مثلا ألبوم سابق، مثلا سميته المواقع المتميزة. طبعا أخذنا المواقع مثلا المتميزة الثلاثة مواقع الأولى، نعرضها أمامكم. طبعا يظهر الصور بالشكل اللي أمامكم، نفس فكرة الفيسبوك، يعني مصغرات ومن ثم الانتقال فيها. لو تلاحظون هنا، وهذه مهمة جدا في الألبوم، إنك تحدد النص البديل، النص البديل، وهذا مهم جدا لأنه أحيانا مثلا بعض الأجهزة ما تدعم الصور، أو أحيانا ذوي الاحتياجات الخاصة والمكفوفين ما يستطيعون الاطلاع على الصور، فبالتالي من خلال النص إنه يمر على النص هذا البديل يستطيع إنه يعرف إيش محتوى هذه الصورة. فباي ديفولت يعني لو سألتكم إيش محتوى الصورة بتقولون مثلا هذه تخص مثلا الدكتور علي سعيد القحطاني، بسبب إني وضعت إيش الليبلينج هنا أو الألترنت تكست اللي هو النص البديل، في أضفته في خيار إضافة الصور. طبعا هذا لو تشوفونه هذا موقع شخصي، أخذنا سكرين شوت منه، يمثل مثلا موقع متكامل، وهذا اللي نبحث عنه وراح أذكره في آخر الدورة. هذه من الأشياء المطلوبة اللي يرغب إن شاء الله الحصول على الشهادة، إنه يستكمل موقعه وفق الخطوات اللي ذكرناها. فهذا مثلا موقع متكامل، لو نرى إنه حط معلوماته كاملة، التواصل، أضاف صفحاته، أضاف ألبوم الصور الخاص فيه، وأضاف تعريف به،
والاهتمامات، وهذه راح أشرحها بعد شوي كيف أضيف الاهتمامات وأفضل طريقة لإضافة الاهتمامات وفائدتها، ليش فائدة إني أضيف اهتماماتي، وكذلك كيف أغير الصورة. طبعا الصورة الشخصية هي تلقائيا راح تقرأ من النظام الـ HR اللي عندنا، إذا عندك صورة معرفة في نظام أعمال أعضاء التدريس راح تقرأ من هذه الصورة. إذا ما عندك صورة أو تبغى تحدث الصورة، لأنه أحيانا بعض الصور قديمة أو بعض الصور ما يتم قراءتها بالشكل الصحيح، فالمفترض أني أقوم برفعها هنا، أقوم برفعها في هذا الخيار، وراح أوريكم طريقة رفع الصورة وإضافة التاجز. طبعا هذا مثال على موقع متكامل. ناخذ موقع ثاني، هذه الصورة الثانية لو تلاحظون 2 من 3 داخل ألبوم اللي هو أضفناه اللي هو اسمه ألبوم. هذا مثال أعطيت ليبل إنه مثلا هذا يمثل دكتور في الجامعة متخصص في الصحة النفسية الكلينيكية بجامعة الملك خالد، ومن المواقع المتكاملة لو نلاحظ عنده مقالات، عنده تعريف، وكذلك معلومات التواصل الخاصة في ظاهرة. من المواقع كذلك اللي مثلا موقع للدكتورة منى مثلا، موقع متكامل حاطة مثلا معلومات التواصل السوشيال الخاصة فيها، وضعت الاهتمامات، عرفت بنفسها باللغة الإنجليزية، مضيفة السيرة الذاتية وآخر الصفحات، ومضيفة الصور وألبومات الصور لديها. فهذه تقريبا أهم الأشياء اللي تطرقنا لها، اللي هي 3 أشياء اللي ذكرناها في بداية تعريفنا لعملية إضافة الموقع الشخصي. باقي الخطوتين الأخيرة وتركتها في الأخير لأنها تعتبر أدفانس ومستواها مرتفع. فهي أول حاجة اللي هي الصورة الشخصية، كيف أغير صورتي الشخصية. ممكن بعضهم يفضل يضع صورته الشخصية، وبعضهم يضع مثلا سامبلز. طبعا يفضل إنك تضع سامبلز له معنى، يعني يفضل إذا ما بتستخدم الصورة الشخصية الخاصة فيك. فبالتالي أضغط على التحرير. داخل التحرير لو تلاحظون عندي صورة المستخدم، صورة المستخدم. طبعا أنا بسوي إزالة للصورة الحين. طبعا قلنا وضع الطبيعي انها يقرا بياناتك اللي موجوده محفوظه في الانظمه السابقه سواء شامل او الاتش ار، لكن لو رغبت تضيف صوره شخصيه خاصه فيك، الموضوع بسيط. اختار صوره شخصيه، اختار تشوز فايل، فرضا انا ابغى اضيفها يكون في الماي سايت، ومن ثم اقوم بالنقر على الرفع، راح يضيف لي هذه الصوره. طبعا ما تنعكس حتى اقوم بعمليه ايش؟ الحفظ. لو قمنا بعملية الحفظ المفترض تلقائيا راح تظهر، لاحظتوا، كصورة شخصية خاصة في موقعي الشخصي. برجع للتحرير، طبعا ضغطت هذه أداة التحرير، أو من هنا، هذه كلها نفس العملية، راح يفتح لك نفس الصفحة. فأقوم الحين باختيار اللي هي الاهتمامات. الاهتمامات من الأشياء المهمة كتابتها بالطريقة الصحيحة. طبعا ايش فائدة الاهتمامات؟ انك ترتبط بالاشخاص اللي مهتمين بنفس الموضوع. والله مثلا انا مختص في تقنية المعلومات، او مختص في علم النفس، او مختص في التربية، او في الثقافة الاسلامية، وارغب مثلا يتواصل مثلا مع الناس اللي في الجامعة عندهم نفس الاهتمام. موضوع بسيط انك تضيف في التاجز الموجود عندك. طبعا من الاخطاء اللي يمكن بتشوفونها اللي هو الكومة، هذه الفاصلة. المفترض لو عندي اكثر من اهتمام، انا مثلا عندي اهتمام بتقنية المعلومات واهتمام بالبوابة الالكترونية، لو بضيف اهتمام ثالث، موضوع بسيط، أقوم باختيار فاصلة، أضيف فاصلة أو الكما. طبعا الفاصلة هنا تضيفها باللغة الإنجليزية، اللغة الإنجليزية الفاصلة، ثم أن يقوم بإضافة النص سواء عربي أو إنجليزي. مثلا أكتب أنا مهتم بالسفر. طبعا هذه لو أنت الاهتمامات هذه تم إضافتها من قبل شخص آخر راح نحصلها من ضمن الخيارات، بس اقوم بالضغط عليها السفر مثلا، راح يضيف لي اهتمام جديد اسمه السفر، وهكذا. المهم انك تضيف في الفاصله باللغه الانجليزيه، ومن ثم راح يظهر لك الخيارات الموجوده. احيانا بعض الاهتمامات ما حد اضافها، فبالتالي ايش تسوي؟ تضيف هذا الاهتمام، لكن بالطريقه ليش؟ الصحيحه في عمليه اضافه هذا الاهتمام. طبعا لو سوينا عمليه حفظ لهذا الاهتمام، لاحظوا ايش اضاف؟ اضاف لي ايش؟ السفر. طبعا لو ضغطت على كلمة السفر راح يجيب لي كل المواقع الشخصية المضافة في موقع ماي سايت مهتمين بنفس الموضوع. مثلا والله عبد الله مهتم
السفر، محمد كذلك جميلة، رفعة، بالتالي هذول مهتمين بجانب السفر. ممكن أدخل على مواقعهم الشخصية ومن ثم أستطيع إيش التعرف على بيانات. شوف لاحظ إنك تعريفه إنه إيش مهتم بالسفر، مهتم بالسفر، وهكذا مع بقية الاهتمامات. لو ضغطت تقنية المعلومات راح يجيب لي كل المهتمين مثلا أو اللي لهم ارتباط بتقنية المعلومات. لاحظ مثلا هذا الشاب عندنا في تقنية المعلومات مثلا عبد الخالق، أبغى أدخل الموقع الشخصي أستطيع الدخول عليه، أجد أنه مهتم بإيش؟ بتقنية المعلومات، مهتم بتقنية المعلومات. كذلك مثلا عبد الله مثلا مضيف صور، مضيف موقع شخصي متكامل، جواله، صوره شخصية، ما شاء الله طلع لك محترف المعلومة جديدة عنه. واهتماماته موجودة، مثلا في الكاراتيه، هو الوحيد يعني اللي في الجامعة مهتم بالكاراتيه. في الانجليش لانجوج، في غيره مثلا مهتم، دكتور صادق مثلا، أقدر أدخل على موقعه. وبالتالي هذه فكرة التاجز، التاجز إنك تربط بين الأشخاص واهتماماتهم، تربط بين الأشخاص واهتماماتهم. طبعا اللي هو تقريبا غطينا جانب اللي هو الموقع الشخصي، وبعيده بشكل ايش؟ بعيده بشكل سريع للي فات الموضوع. طبعا اللي فات ان شاء الله ما فاتوا شيء كثير يعني. طبعا هنا هذه مهمة، ابغى ارجع الموقع الرئيسي الماي سايت، اضغط هنا على الهوم. وكذلك لو ابغى ارجع لموقع الشخصي انا اللي فاتحه، راح اضغط على الايقونة التعريفية الخاصة فيه. وكذلك عندي اللغة الإنجليزية، لو أنا معرف موقعي باللغة الإنجليزية راح يظهر محتواه باللغة الإنجليزية، ولو أبغى أرجع بالعربي نفس الحكاية. فمهم طبعا من الأشياء اللي هي البحث، البحث هذا إذا تبغى تبحث عن شخص مثلا ممكن تكتب اسمه ومعلوماته. نكتب طبعا اللي مثلا نكتب مثلا، طبعا اختر التصنيف، هل هو موظف؟ ممكن تترك الكل، راح يجيب لك اي واحد اسمه عادل المفترض. لاحظ انه جاب لك كل مواقع الشخصية اللي تحتوي على اسم عادل. وممكن نكتب مثلا نورة مثلا، راح يجيب لي مثلا البنات او الاناث اللي مثلا اسمائهم فيها نور او تبدأ بنور. فبالتالي هذا ايش؟ استطيع ليش البحث لاي موقع لديه في الماي سايت. طبعا قلنا الهوم بيج راح يرجعني على الموقع الشخصي. طبعا اللي هو هنا لو تشاهدون اللي هو اخر الاضافات، يعني المواقع اللي تم اضافتها اليوم وامس استطيع اشاهدها. مثلا فتحنا موقع، والمزيد راح يفتح لي موقع اكثر بالتفاصيل. واستطيع لو نزلت تحت في الصفحات استطيع التنقل في الصفحات. كذلك من الاشياء اللي هي الجميله، ورجعنا مثلا الرئيسيه، هذه القائمه احنا نثبتها بافضل المواقع، ومن فتره لفتره نختار افضل المواقع. طبعا عندنا معايير اللي هي عمليه اللي هي اضافه المحتوى وتكامل، انك تكمل كامل المحتوى، فبالتالي راح تكون من المواقع الاكثر نشاطا. وكذلك عدد الزيارات، يعني اكثر موقع يتم زيارته راح نظهره في هذا الموقع. وكذلك اللي هو تعريفي، فيديو تعريفي يستطيع الواحد الاطلاع عليه. خدمة موقعي، تشرح لي الخدمة الخاصة بموقعي. طبعا عند لدي مستخدم استطيع الدخول عليه، واستطيع الدخول على الموقع التعريفي، هذا الموقع التعريفي اللي شرحناه كامل، كل المحتوى موجود داخله. طبعا اباكم تدخلوا الان على الماي سايت، اللي جو متاخرين كيف الدخول على الماي سايت؟ من خلال موقع الجامعه واختيار ايقونه موقعي الشخصي، او كتابه الماي سايت، كتابه ماي سايت دوت كي كيو راح يفتح لي نفس الموقع الرئيسي. ومن ثم اضغط في الجزء الاسفل الموقع التعريفي راح يفتح لي هذا الموقع التعريفي. طبعا ختام الندوه، وبفتح بعدين مجال للاسئله واجابه عليها ان شاء الله، اللي هو نضغط على ختام الندوه. طبعا اشكر لكم اهتمامكم ومشاركتكم المميزه، الشكر برضو لعماد التعليم الالكتروني
على التنظيم والدعم. طبعا هذه ان شاء الله بالتنسيق وراح تستمر باذن الله. الويبينار هذه او الندوات المستمره التعريفيه بالخدمات الالكترونيه في الجامعه راح نستمر ان شاء الله باذن الله فيها، لكن لن نستمر حتى ناخذ رايكم كذلك فيها. فتكرم انكم تملون هذه الاستبانه. سؤال واحد، ما تعبناكم. تقييمك للفعاليه عادي، يكتب رايك بكل صراحه ومقترحاتك، يهمنا كذلك اضافه مقترحاتك، ومن ثم القيام بعمليه الحفظ. هذه موجود روابط على نفس الموقع اللي ذكرته. كذلك هذه من المفاجآت اللي نتمنى إن شاء الله نسويها بإذن الله لكم، اللي هو أنه أي واحد حضر اليوم وكمل موقع إن شاء الله خلال الأسبوع القادم راح إن شاء الله يوصل له الشهادة بالتدريب، أنه حصل على تدريب كامل على الموقع الشخصي الخاص فيه. فمهم انه خلال الاسبوع هذا الاسبوع القادم استكمال مواقعكم اللي يرغب بالحصول على شهاده، وان يكون كذلك ايش حضر هذه ايش الدوره. فمهم انكم ايش تستكملوا مواقعكم، وهذا الهدف من التدريب، الهدف تعريفي بالخدمه وانكم تبدون تستخدمونها وتعطونا مقترحاتكم وارائكم. طبعا اذا تبغون تزعجون المجال مفتوح، فهذه تواصل الاستفسارات. طبعا الموقع الشخصي لعبد الرحمن كامل عبد الرحمن، هذا من الناس اللي اشتغل والمسؤول عن ماي سايت حاليا في عملية الدعم، فممكن تواصل معه، ازعجوه جواله حاطه كمان. كذلك اللي هو الموقع الشخصي الخاص فيه اللي يبغى معلومات عني، ايميل تليفوني مكتبي، كل هذه موجودة في الرابط الثاني. فهذه تحويلات المكتب اللي يرغب الحصول على المعلومات، كذلك مضاف السيرة الذاتية إذا أحد يبغى يتواصل، وكذلك بعض الصفحات اللي أضفتها بالإضافة إلى بعض الألبومات الصور. إن شاء الله إنه يكون موقعي متكامل، يعني أحاول إني أكمل برضو الأسبوع هذا معكم، فنستكمل هذه الأشياء بإذن الله تعالى. طبعا أشكر لكم حضوركم، وأعرف أنه الوقت ضيق وبين المغرب والعشاء، لكن الهدف أنه وأعرف برضو فترة امتحانات سواء للطلاب، نتمنى لهم كل التوفيق، وكذلك وقت أعضاء التدريس كذلك والموظفين. فحنا نشكر اللي حضر واهتم وتواصل وانضم لنا، وإن شاء الله بالله أن هذه تستمر إن شاء الله بدعمكم ومساندتكم. الختام هذا موجود، أتمنى أنك تدخلوا عليه، وكذلك تدخلوا على استطلاع الرأي، يهمنا هذه البيانات. كذلك لو دخلتوا على السيرة الذاتية على الموقع التعريفي راح تتعرفوا على خدمة الماي سايت، وكذلك اليوزر المانوال، هذا دليل المستخدم اللي مثلا فاتوا خطوة، اللي جو متأخرين مثلا ضموا بالشكل المتأخر. طبعا هذه كلها مسجلة، أتمنى أنها مسجلة الأخوان، فالدليل موجود هنا، دليل استخدام الخدمة موجود واضح بالصور كيف نضيف هذه الأشياء. طبعا أنا أنشأت موقع السابق، لكن أول مرة تنشأ راح يظهر لك هذه ليش الشروط، تقوم باختيار وافق على هذه الشروط، ومن ثم تستكمل بقية الأشياء اللي تعريف الموقع الشخصي الخاص فيك، وكذلك إضافة الصفحات وألبوم الصور الخاص فيك. هذه كلها موجودة في الرابط. طبعا اللي فات الاستطلاع راح يكون موجود، فانا اتمنى بطلع نتائج الاستطلاع اللي كان موجود. لحد ابدا طبعا هذه تطلع نتائج، في ناس مثلا دخل انشا موقع شخصي فيه، وفي ناس اول مره، فهذه فرصه جيده اللي اول مره. كذلك هدفك جميل جدا، وهذا يعني حمسنا كثير انه انك تستكمل موقعك الشخصي، وذكرنا اللي هو انه خلال ان شاء الله الاسبوع هذا اللي استكملته الاسبوع القادم راح يكون ان شاء الله في شهادات ترسل على ايميلاتكم، شهادات بحضور الدورات التدريبيه هذه. كذلك بعضكم زياده المعرفه، وهذا جميل جدا، وممكن يضيف في المقترحات. جميل، في ما في احد اختار انه يبغى شهاده، كويس، هذه ساعدتونا يعني. طيب هذه النتائج، يعطيكم العافية، وأتوقع في مجال وقت 10 دقائق ممكن تكون هذه أسئلة واستفسارات، سواء في الشات أو اللي يرفع يده وراح أتيح له المايك يتحدث.
بتأكد والله ما أعرف صحيح منيح ولا خليني أتأكد من الزملاء. وهذه على الموقع الشخصي بس، الموقع التعريفي، الموقع التعريفي طيب. طيب الأسئلة شلون هسه الشرح كل ما استطاع شو الاستطلاع كيف هل هناك إمكانية إرفاق المرفقات؟ نعم ممكن تضيف مرفقات اللي هي ذكرنا الصورة. كيف يتم إضافة أكثر من صورة في صفحة عامة؟ طبعا في الخيار انك تضاف، هي الصورة الرئيسية واحدة، لكن الخيار انها تضاف كلينكس داخل النص، داخل النص يسمح لك انك ترفع صور، لكن الصورة الرئيسية لكل موضوع هي صورة واحدة. طبعا بعيد الاستطلاع من البداية اللي يبغى يجاوب عليه الآن، هو أول سؤال يظهر لك الآن وبتيح السؤال اللي بعده. جاوبت عليكم طبعا، معنا مهندس عبد الرحمن فهذا جابه. طيب فضلا إلقاء النظر على موقعي، ممتاز إن شاء الله بإذن الله. في البحث عن الاسم ما يظهر اسمي، أتمنى إنك بس ترسلين للمهندس عبد الرحمن أو أعطيني الاسم، الاسم يوفى. طيب خلاص الآن يشيك المهندس عبد الرحمن ويحل هذه المشكلة. ممتاز. أيوه بالنسبة للاستطلاع أنا وبعد السؤال الأول تصنيفك، الحين راح ننتقل للسؤال الثاني، هل سبق وقمت باستخدام الموقع الشخصي؟ شوي وبضع السؤال الأخير اللي هو الخاص بي. طيب بنشوف هذه يا أستاذ وفاء ودكتور وفاء بإذن الله. طبعا يمكن السؤال هنا، يمكن هل يمكن لإنشاء أكثر من موقع؟ أنت موظف أو طالب أو عضو هيئة تدريس أو خريج حتى تستطيع إضافة موقعك الشخصي. طبعا فائدة الموقع الشخصي إنه هوية، أنا أشبه إنه نفس هوية الإنسان الإلكترونية يعني، والموثق يعني كان بطاقة أحوال أو جواز سفر، لكن هذه إلكترونية. فالموقع الشخصي يمثلك في معلوماتك، في السي في الخاص فيك، في معلومات التواصل الرسمية، وموثق انه تحت دومين الجامعة، يعني انك طالب او عضو هيئة تدريس او موظف منتسب لهذه الجهة. فممكن المجال مفتوح سواء موظف او عضو هيئة تدريس او طالب، يستطيع اضافة موقع شخصي. انشاء الموقع ان شاء الله باذن الله، كل انت اذا وضعت معلومات موقعك الشخصي وبياناتك متكاملة راح نقدر نوصل لك ان شاء الله بالشهادة، فراح توصلك ان شاء الله على الايميل الشخصي اذا اضفته على خدمة على معلومات الاتصال، يعني ضع اللي هو الإيميل الشخصي وراح توصلك بإذن الله إذا اكتمل موقعك. طبعا هذا الشرط يعني. هل الاستبانة موجودة على موقعي؟ أيوة موجودة كل هذه الاستبانات، يقدر أي شخص. طبعا بنتقل للسؤال الثالث، ما هدف مشاركة في الندوة؟ وكذلك يهمني الاستبيان النهائي، استبانة الندوة اللي هي موجودة في لو الختام هذه في استبانة، اضغطوا على آخر الصفحات اللي هو ختام الندوة، عندنا هذا هو اللي هو التكرم بملء الاستبانة، فأتمنى أنكم تعبوها. طيب ما ظهر عندي الاستطلاع، طبعا أضفنا اللي هو الفورمز.كيو، هذا الاستبانة أضفناها. أين ترسل الشهادة؟ بإذن الله توصلك إلكترونية إذا استكملت الموقع الشخصي خلال أسبوع بإذن الله تعالى. دكتورة فوزية، الاستبانة وتكرمتم هذه هي موجودة في الرابط فممكن تضيفوها. هل يستخدم اسم مستخدم عضو كلمة مرونة مسجل من قبل يطلع لي خطأ؟ طبعا هو نفس دخولك على كانك تدخلي على أكاديمية أو كانك تدخلي على الموقع الشخصي أو على إيميلك الشخصي، راح تدخلي يا دكتورة أو أستاذة اللي هو بياناتك الشخصية اللي هي دخلت على الموقع الشخصي تلقائي المفترض يفتح لك اللي هو صفحة الكاس، صفحة اللوجين الرئيسية، ومنها تدخلي على الموقع الشخصي. طيب أين ترسل الشهادة؟ توصل إلكترونية على الإيميل الشخصي، على الإيميل الشخصي اللي يستكمل موقع إن شاء الله خلال الأسبوع هذا والأسبوع القادم بإذن الله تعالى. ما ظهرت خيارات الاستطلاع، أنا بعيدها من جديد كمان اللي فاته. اللي يهمنا برضو استبانة ممكن نجاوب الواحد عليهم.
هذا جبنا عليه، اللي هو قبل الدخول أحاول بحث عن اسمي باللغة العربية. الدليل الإرشادي موجود هنا لو دخلنا، بس بعيدة لكم. الموقع التعريفي، شوفوا الموقع التعريفي، ضغطنا عليه راح نحصل كل محتوى على الماي سايت. هذه كان يعرف بالماي سايت، أدخل على سيرة الماي سايت أبغى أتعرف عليه. وراح يفتح لي اللي هو نبذة عنه، وتحت اللي هو البي دي اف الخاص بخدمة الماي سايت، السيرة الذاتية. موجودة في السيرة الذاتية، حتى يفتح فهي موجودة في السيرة الذاتية. هذه استعرضناها، موجودة في السيرة الذاتية، خدمة موقعي كدليل. طيب إن شاء الله جاوبتك. ظهر لي السؤال الأخير فقط. طيب بعيد. طيب بعيد الآن، تقدر تشوف أسئلة الاستطلاع كاملة الحين، وكذلك الاستبانة. الاستبانة متاحة الآن، اللي هو رابط هذا. رابط الاستبانة يهمنا رأيكم فيه. طيب الأسئلة، رابط استطلاع الرأي تم إرساله. صفحة استطلاع الرأي من فين تظهر؟ موجودة في، ذكرنا في اللي هو في الصفحات، الصفحات الشخصية. استطلاع الرأي هذه موجودة في استطلاع الرأي، رابط خاص فيهم. هل ممكن؟ ايوه المجال مفتوح، اي وقت تستطيع ان تعبئه الاستبانه. ما هو المجال، هو سؤال واحد يعني، ما راح نكثر. رايك في الندوه؟ ولو عندك اقتراحات على الندوه او على خدمه الماي سايت تضيفوها في هذا الاقتراح. فمفتوحه الاستبانه لاي وقت. استبانه، معليش كيف ادخل على استطلاع الراي؟ ذكرناه، هنا وجد استطلاع الراي موجود في الصفحات الخاصه بصفحاتي. ظهر لي السؤال الأخير، أيوه الحين مفترض تشوفي كل الأسئلة. السؤال الأول، الثاني، الحين السؤال الأول، السؤال الثاني، السؤال الثالث. طبعاً الوقت انتهى، وإذا باقي في أسئلة، أيوه ممتاز، هذه راح يبقى إن شاء الله الموقع الشخصي حتى بعد التعاقد. الخريج كذلك، الخريج كذلك راح يستمر موقع الشخصي. نفس فكرة اللينكدين، واحد يقول من الزملاء هنا لينكدين، بس إن شاء الله موقعنا يكون أفضل. فشكرا لكم جميعا، نعرف إن الوقت ممكن يكون ضيق، وممكن استعجلنا في بعض الأشياء. يهمنا كثيرا إنكم تبدأون تطبقون هذه الأشياء. اللي سبق وأنشأ موقع ممكن يسعى لاستكماله، واللي أول مرة يتكرم وينشئ موقع كذلك. بإذن الله تعالى إنه هذه اللقاءات التزامنية بالتعاون مع التعلم الإلكتروني وتقنية المعلومات تستمر، والهدف منها تعريفية بالخدمة. وكانت من ضمن الأسئلة أنه كيف نعرف بالخدمات هذه، فجزء مهم هذا الجانب. وبإذن الله يعني باقتراحاتكم وكذلك اهتمامكم ودعمكم راح تظهر هذا الجانب. طبعا من الأشياء الجميلة وأختم فيها، تحمسكم زيادة برضو غير الشهادات، أن هذه المواقع الأكثر نشاطا راح إن شاء الله بإذن الله في نهاية كل ترم يتم تكريمهم إذا استمر تميزهم بإذن الله تعالى. فاللقاء المنسقين الفترة الماضية كان فيه تكريم، جوائز مادية وكذلك دروع وكذلك شهادات. فإن شاء الله بإذن الله إنه ما شاء الله تحمست الآن، لأن في ناس أضافوا مواقع شخصية. ما شاء الله يقولون الشباب هنا أرقام مخيفة، يقولوا في إضافة تقريبا 75 موقع أضيفت. فشاكر لكم، وبرضو أي اقتراحات، أي اقتراحات كذلك. الإيميل موجود هنا في الموقع الشخصي، أو إيش الاحتياج فيه اللي هو بضيفه مهندس عبد الرحمن الموقع الشخصي. لو دخلتوا على الموقع الشخصي الخاص بمهندس عبد الرحمن موجود الايميل الشخصي، وكذلك اللي هو او بورتال ات كي كيو. هذا اي استفسارات تخص الاوتو بورتال ات كي كيو.
طيب هذا شيء تم خلاص. طيب شكرا لكم وشكرا للزملاء في التعليم الالكتروني على التنظيم، الاستاذ رياض والدكتور عادل والدكتور فهد والزملاء جميعا، برضو الزملاء هنا انا تفاجات فيه انهم جو حضروا، طبعا احنا حاضرين في الجامعه يعني، ففي المهندس يسري حضر معي طبعا ما بلغت والله تفاجات موجود، ومهندس عبد الرحمن برضو، فشكرا لهم وشكرا لكم انتم اساس اللقاء، ويعطيكم العافية وبإذن الله ألتقيكم إن شاء الله في لقاءات قادمة، وشكرا جزيلا لكم. هو الندوة 6 إلى 7، لكن لو حابين لو في حضور ما عندي مشكلة أنا، وممكن نسق، أنا جاني على تويتر أكثر من طلب، فممكن ننسق ان شاء الله الاسبوع اللي بعد الاختبارات بدايه الفصل لقاء ان شاء الله، كذلك تعريفي بخدمه الماي سايت، وكذلك عندنا خدمه لي برنتس، وحنا اخفيناها ما ظهرناها في الموقع الشخصي، وهي جزء كبير اللي هو يخص مستودع الابحاث، كيف انشئ موقع شخصي واظهر الابحاث الموجوده عندي على مستودع الابحاث. ممكن هذه من الاشياء اللي راح ان شاء الله تكون في السيشن باذن الله تعالى. اللي جاء متاخر نعتذر اذا كان في يعني لبس في الموضوع، او بإذن الله هي مسجلة ريكوردد، وكذلك راح إن شاء الله بداية الترم القادم راح يكون فيه إن شاء الله لقاء، وممكن تبدأوا تشتغلون على موقعكم، واللي جاوا متأخرين بس يدخلون على الموقع الشخصي اللي هو تعريفي. إيش هو رابطه؟ رابطه بس أرسل خلاص، بيرسل لكم الرابط على الشات.